السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عمي دكتور قريبان؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. شكرا على واجبكم. بروكا، بارك الله فيك. يا مرحبا، بغيت نهضر معك شوية دكتور قريبان. يا مرحبا بك، أهلا. بغيت نهضر معك حيت تقدم لي واحد الشاب بغي يخطبني وهو مازال تقول لي حتى اليوم ولا غدا ما نعرف. أي إن شاء الله بنتي، هذا خير كبير، الله يكمل الرجاء. ولكن واش باقي ما جاش للدار ديالكم؟ خصو يجي هو العائلة ديالو للدار ديالكم. لا مازال ما جاش، حيت هو ما تصلو المره شي عام هذه بغاني، حيت دخلت له الولد قال لي بغيتك دير الولد ديالي بحال ولدك انت. قلت لي صافي، عطيت له العهد، قلت له الولد ديالك غيكون بحال ولدي انا، غادي نديرو بحال ولدي انا ان شاء الله. بنتي إيه بنتي، عندك اجر وثواب زائد، عندك حسنات كثيره باذن الله. هذاك الشيء حتى انا اللي بغيت، زعما انا عطيت له، قلت له الا كمل عليه والله انا غادي نعطيك العهد، هذاك الولد يتيم غادي نديرو بحال ولدي انا، غادي نربيه. وقال لي غير صبري معايا شويه حتى نجمع شويه راسي. هذاك الشيء اي ان شاء الله، غير دابا ما يطولش بزاف، لان دابا سنه مرت، عام داز، خاص المراه عندها الوقت ثمين، وخص لابد ياخذ الخطوه الاولى، يجي يدق الباب ويتكلم مع الوالدين والعائله باش تبقى العلاقه هكا مشروعه. وديك الساعه ربي المال راه يجيبه مولانا، المال راه في لحظه ربي يغني من يشاء بغير حساب. بغيت غير تدعي معايا والمستمعين اللي كيسمعوا لي كاملين يقولوا امين باش ربي يسهل عليا وانا حتى اختي راه تخطبات، حتى هي غير مازال دابا عاد تيمشيو في الاوراق باش يديروا العقد الزواج. ايها بنتي ان شاء الله، الله يكمل الرجاء يا ربي يا بنتي فاطمة، الله يكمل لك الرجاء. شكرا لك فاطمة، حفظك الله ورعاك. وعادة بنتي فاطمة، العائلة المغربية كانوا كيقيموا الخطوبة ديالهم في مثل هذه المناسبة، في المناسبة السعيدة، من بينها مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، هي كيقوموا فيها المناسبة إما الخطوبة وإما عقد القران وإما غير ذلك، كتم في هذه المناسبة لأنها مباركة. أي حدث وقع في الزمان المبارك كيكون في التيسير. وليس عيبا أن هذا الإنسان مثل الزوجة وعنده وليد، عندك أجر وثواب مضاعف، لأنك غتزوجي وغتقومي بكفالة يتيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى، يعني أن اللي كيكفل اليتيم يوم القيامة غيدخل باب الجنة وكتفه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرتبته عالية، رغم أن سيدنا محمد راه نبي ورسول وبلغ الدعوة وجاهد في الله حق جهاده، ومع ذلك واحد غير اليتيم قام بكفالته كيكون هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة. زاحم منكبه منكبي باب الجنة يوم القيامة، رغم أن الجنة عرضها السماوات والأرض، ولكن هذا معنى مجازي، يعني كيكون قريب من رتبة الأجر ديال الأنبياء بكفالة اليتيم. فحاولي لالة فاطمة طلبي من السيد أنه يجي للدار، كيدق عليكم باب الدار، كيدخل من الباب، كيلقى الوالدين، كيتكلم معهم وكيحكي لهم نيته الصادقة في الزواج، وما غادي يرحبوا به، وربما الخطوة الأولى غيفتح ليه باب الرزق، لأن الرزق يكون عند الإنسان مغلق. من اللي غير كينوي الزواج بصدق ويقين كيفتح ليه الله تعالى الباب الاول من الرزق، غير كيختار الفتاه وكيتكلم معها بصدق كيفتح ليه الله تعالى الباب الثاني من الرزق، غير كيمشي يدق باب دارهم ويتكلم مع والديها باحترام وتقدير كيعاود يحل ليه الله تعالى الباب الثالث من الرزق. وثم من اللي كيدير اي خطوه الى الامام الا هو باب اخر، حتى يتزوجها، حتى يرزق منها الاولاد، وكيعود عنده رزق في رزق في رزق. وان شاء الله من اللي غيتم الزواج وغتولدي معاه، هذاك الوليد ديالو راه غادي يعود خو وليدتك، غتشاركوا الدم، غيعود دم مشروك، وتعودوا عائله وحده، وغتعودوا ان شاء الله اسره وحده. وربي يبارك لك بنتي فاطمه. ونقول الساده المستمعين، الله يجازيكم بالف خير، هذه الشابه يبدو أنها حائرة في أمرها ومترددة،
نطلبوا معها الله عز وجل يعجل لها بالفرج. اللهم يا رب العالمين، يا من أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، اللهم إنا ندعوك جميعا لأختنا فاطمة من أزر، اللهم يا ربي شد من أزرها، اللهم اكتب لها مع هذا العريس، اكتب لها معه السعادة والهنا، اللهم اجعل كل عسير عليها سهل يسير يا ربي، هي وأختها اجعلهما يحظين بزواج سعيد وبتجمع مبارك، واجعل العائلة كلها في فرح وسرور، واصرف عنهم البلاء والسوء برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا ربي يا رحيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.